حي شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لالي صباح جديد من مدينة الياسمين. منبتدي في يومنا برفقتكم مشاهدي الإخبارية السورية، وضمن محطاتنا الصباحية لليوم رح نسلط الضوء على كل جديد عم تشهده سوريا وبمجالات مختلفة. أكيد رح يرافقونا على مدار الساعة وربع ضيوف لحتى نحكي عن كل شيء عم بصير وممكن يقدم معلومة مهمة لحياتكم. صباحنا رح يبقى مستمر بتفاؤل وأمل عم يزرعوا أبطالنا على الأرض، أبطال الجيش العربي السوري. منقلكم يسعد صباحكم وصباح كل مشاهدينا، ويسعد صباحك أريج. صباح الخير ميسان، وصباح يوم جديد من روزنامة حياتنا رح نقلب فيها بكل شيء جديد من أنشطة وفعاليات وتظاهرات ثقافية ومواضيع اجتماعية ممكن نسلط الضوء عليها لحتى تقدم فكرة جديدة بتهمكم خلال هاليوم. تفاصيل حياتكم اليومية دايماً عم تكون ضمن فقراتنا لليوم وضمن مواضيع متعددة، فخلونا نبدأ صباحنا بكل طاقة ونشاط وأكيد أمل مع كل انتصار جديد عم يسطروا جيشنا على الأرض. وهلأ لحتى نتعرف شو أبرز محطاتنا الصباحية، فاصل صغير ومنبدأ صباحنا لليوم. ليش بكل يوم نروح بجولة على آخر الأخبار والدراسات حول العالم، ورح نبدأ جولتنا من دراسة جديدة لعلماء من جامعة تكساس الأمريكية تقول أن الإكثار من تناول السكر يساهم بتطور بعض أنواع السرطان بالجسم. ورغم حاجة جسم الإنسان للسكر والذي يعتبر مصدر أساسي للطاقة الضرورية للجسم، إلا أن هناك العديد من السرطانات التي يرتبط نموها بوجود كميات زائدة من الجلوكوز في الجسم، كسرطانات الرئة والدماغ والمري وعنق الرحم، بالإضافة إلى سرطان الخلايا. هذه الدراسة ليست الأولى التي تتحدث عن أضرار السكر على صحة الإنسان، فمنذ مدة أكد عدد من العلماء بجامعة لندن أن أخطر الإصابة باضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب يزداد لدى الرجال عند تناول الأطعمة الغنية بالسكريات. يعني كل يوم معلومة عن السكر وأضرار السكر، أكيد يمكن هو من ناحية نحن محتاجينه، بس مو السكر المصنع. السكر دايما بيقولوا لنا يا الدكاترة هو السكر الموجود بالفواكه والموجود بالشيء الطبيعي. تمام ميسان، هلا رح ننتقل لخبرنا التالي، حيث شهد العالم أجمع ظاهرة القمر الدامي النادر، والتقطت بهذه المناسبة العديد من الصور ببلدان مختلفة تتحدث عن ظاهرة خسوف القمر، وهو القمر الدامي عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي، حيث يحجب ظل الأرض ضوء الشمس منعكس من القمر. والتقطت أيضا الصور بعدة بلدان بما في ذلك ألمانيا وتركيا واليونان. خلونا نتابع مع بعض. Thank you.
يسعى العديد من الفنانين والموهوبين لتجميل مدنهم عبر استخدام الرسومات بالشوارع، وخصيصا رسم الثلاثي الأبعاد والذي يضيف طابع جمالي كبير على أي منطقة أو شارع يوجد فيها. خلونا نروح نشوف بعض الصور يلي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من عدة مدن حول العالم. الأحداث الغريبة والجديدة كل يوم ممكن تتسجل بحياتنا، لكن خلونا نرجع بالذاكرة لورا لنتعرف شو تسجل من أحداث بمثل هذا اليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1793 افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، وفي عام 1809 تم إعلان استقلال الإكوادور عن إسبانيا، في عام 1913 التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان، وفي عام 1973 الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم مارس 7. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1902 عالم الكيمياء الحيوية السويدي أرني تيسيليوس، في عام 1960 الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1915 عالم الفيزياء الإنجليزي هنري موزلي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. محطتنا الأولى لليوم ميسان رح تكون مع المواهب الفنية يلي قدرت تحقق مراكز هامة بمشاركة 153 شاب وشابة ضمن المسابقة الوطنية للمواهب الفنية التي تقيم منظمة شبيبة الثورة، وذلك بمجالات موسيقية وفنية مختلفة. واليوم معنا بصباحنا غير تميم أسعد، مشارك بالمسابقة الوطنية بمجال العود والغناء أيضا، ومرام البني بمجال الغناء. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح النور. رح بلش معك تميم، أنت شاركت بالمسابقة من خلال العزف على العود وأيضا الغناء. خبرنا أول شيء كيف أنت بلشت بحياتك بهدول المجالات، ومن إمتى بلشت تتعلم عود وتغني؟ انا بلشت انه مع تشجيع اهلي اول شيء، بالوحدات بلشنا نتدرب، من الوحدات رحنا على الروابط، فزنا بالروابط، طلعونا على الفروعة، كمان فزنا بالفروعة، جابونا لهون على المسابقة. يعني انت بتعزف وبتغني بالشبيبة ولا كنت بالبيت بتحب تعزف وتغني؟ انا اول شيء ابتديت غنى، بس بحب العزف ودربت على العزف وصرت اعزف وانا. مرام كمان انت شاركتي بالمسابقة عن فئة الغناء، خبرينا كيف كانت أجواء المنافسة بهالمسابقة؟ كان كثير في منافسة وفي أصوات حلوة، و
بس إنه الحمد لله جبنا مراكز أولى. برافو. الحمد لله. الكاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة بأجواء المسابقة برفقة زميلتنا لينا شيبون. رح نروح لنشوف كيف كانت الأجواء أريج نحن والشباب والصبايا ونرجع لنكمل فقرتنا. أولاً هي المسابقة، دائماً هناك عمل مشترك ومتكامل بين وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة، وما تعمل عليه طبعاً الوزارة مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة هو البناء المتوازن والمتكامل لشخصية شبابنا، والأمر ليس لا يتعلق يعني ما نعمل عليه طبعاً معاً وسوية يعني خاصة في مجال الأنشطة اللاصفية أن تأخذ دورها الصحيح في بناء شخصية هؤلاء الشباب. ولابد يعني أنا أقولها بكل صراحة، لن يكون لدينا في قادم الأيام مبدعين في المسرح في الموسيقى إن لم يكن هذا الأمر منطلق من المرحلة المدرسية ومن المدرسة بالتعاون مع رفاقنا في اتحاد شبيبة الثورة. هاي الفعالية الشبابية اللي اعتادت عليها المنظمة، هاي المسابقة الوطنية للشباب، هاي المسابقة اللي اعتادت دائما المنظمة أن تقيمها كل عام في مثل هذا الوقت لسبر هاي المواهب الشبابية، كانوا في الغناء أو المسرح أو الموسيقى أو العزف، وبالتالي في عندنا شباب على المستوى المنظمة، هاي على المستوى المنظمة دائما نطلع بخامات جيدة. هؤلاء الشباب هم المعول عليهم بالمرحلة القادمة اللي يبنون سوريا، وهي رسالة للعالم بأنه سوريا بخير، سوريا دائما متعافية. بالحفل الختامي هيك يعني هو فترة قصيرة كانت مرحلة التحضير يعني، بس صار نوع من تضافر الأفكار وحطينا على الورق هيك كمخطط صغير مع التمثيل والرقص، كان موسيقى وتمثيل ورقص ثلاث محاور، حطينا فكرة هيك إلى حد ما مقبولة تخدم الحالة الشبابية، تخدم الحالة المسرحية كونوا على مسرح مهم مسرح الحمراء في دمشق، وبنفس الوقت هي رسالة للآخرين من شان يعرفوا أنه في منظمة اتحاد شبيبة الثورة في نواة وفي انطلاقة وفي مواد خام لأشخاص محترفين في المستقبل. هاي الدورات الهدف منها تجسيد روح التفاعل والتعاون بين الرفاق الشبيبيين بمرحلة عمرية من 13 سنة ل 16 سنة. هاي المرحلة العمرية هم شباب المستقبل، كوادرنا بالمستقبل اللي راح يتعول عليهم كتير في سبيل إن شاء الله تحقيق النصر لبلدنا ولسوريا الحبيبة. كانت تجربة كتير حلوة وتعرفت على أصدقاء جداد، والمبيد تدربنا واستفدنا من خبرات الأساتذة، أضاف لنا شيء كتير حلو، تعلمنا روح الجماعة، التدريب الجماعي أكثر، انسجمنا أكثر بالغناء، تعلمنا شيء جديد كمان، أشياء كتير حلوة. أوف أوف يا قلبي يا قلبي كلمة زفني بكم ساي، روح اسأل لي حبايبنا بكم ساي بكم ساي، وعساك وتعود موفق بكم شيء من التراب المش عليها الحباب. يا باي يا باي. طبعا نحن عملنا اختبارات على مستوى الروابط ومستوى فرع اللاذقية، اختاروا النخبة واجينا لهون لنعمل على مستوى سوريا. طبعا نحن تكونوا نحن النخبة اكيد عندنا خبر او عندنا فكرة عن الشيء اللي بدنا نعزفه، وكونوا نحن عم نعزف قدام اساتذة كبار فملاحظاتهم كثير عم تكسبنا خبرة لبعدين، وهالتفاصيل الدقيقة هي اللي بتنجحنا بعدين لنوصل لاعلى المراتب. الرفيق شبيبي محمد جمال جنان من دير الزور. لا هي نغز الجرح
ولا هي خنقة صوت، يمكن علامة سفر يمكن علامة موت. والبيت أشوفها سجن، وكم غرفتي تابوت، شو طول بسكتتي وذقت الهوى البسكوت. بعد ما ضل عمر ونعوض الراح، سواها بين الوكيد فارقنا وارتاح. من بعد ما تابعنا كيف كانت أجواء المسابقة، تمين بدنا نسمع معزوفة منك وأغنية. قبل ما نبتدي بقوف وعتاب سوريا لسه مرفعنا عتاب، قبل ما نبتدي بقوف وعتاب سوريا لسه ما رفعنا عتابا. بلادي بلادي انعتبت يا مصعب عتابا، ويا ويل ما بيحسب لا حساب. غالي غالي يا وطني الغالي، مزلنا رخص ركب قمار. عالي عالي يا جميل العالي، كلل بسيوف الغار. غالي غالي يا وطني الغالي، زلنا رخص ركب قمار. عالي عالي يا جميل العالي، كلل بسيوف الغار. صوتك عدروب بعيد تكبر فينا التنهيدي مطرح ما نروح. صوتك عدروب بعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح. اسمك أحلى قصيدي وحبك اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي. بيرق مجدك بلادي يكتب مجدك بالنار. غالي غالي وطني الغالي، زلنا رخص ركب قمار. غالي غالي يا وطني الغالي، زلنا رخص ركب قمار. عالي عالي شبين العالي، كلل بسيوف الغار. ما شاء الله الصوت وهالعزف الحلو عن جد، ما شاء الله الله يحميك، كتير حلو عزفك. خبرنا أكتر شيء أنت تدربت عليه، شو هو العزف أكتر أو الغناء، شو اللي لقيت صعوبة فيه أكتر، أو كانوا مع بعضهم التدريبات عم يكونوا؟ هلأ قوة التدريبات في عنا مدرس بالضيعة وإش أساس الشبيبي مشكورين. تدرب على العزف وعلى الغناء سوا. مرام كنتوا يعني عددكم مانو قليل ابدا ومن محافظات مختلفه، خبرينا كيف كانت مراحل المسابقه ومرحله ورا مرحله ولوين وصلتي؟
أول شيء بلشنا كان في شوية سهولة، بعدين لما صرنا على مستوى القطر كان كثير في أصوات منافسة وهيك حسينا في صعوبة بس رأى. كيف هيك روح التنافس بيناتكم كيف كانت؟ كثير كان في تنافس قوي. كان ولوين وصلتي؟ أخذت مركز أول. برافو. كان في مدربين عم بيساعدوكم يعني أنتوا بالمسابقة؟ كثير أعطونا خبرات وفادونا كثير، أعطونا عرب وساعدونا. طيب قديش حسيت تميم عفوا قديش حسيت هالدعم هذا قواك اكثر وخلاك تنمي موهبتك اكثر؟ شو ضافت لك هالمسابقه؟ اعطتنا تشجيع كثير وروح المشاركه والالف بين صرنا هيك اخوات ورفقات. حبيت هالجو كثير كيس الجو حلو. حابين نسمع كمان منك شيء مرام، شو بتسمعينا؟ يا طيور لاسمها تفضل. يا طيور غني حبي وانشودي وجدي وآمالي للي جنبي واللي شايف مجرالي، اشتكي له يبتسم ويزيد ولوعي. يا لم هالصوت يعني بتستاهل المرتبة الأولى ما شاء الله. أغنية كتير صعبة أكيد، ويعني لمطربة كمان كتير مهمة. خبرينا مين شجعك على الغناء الحلو، مين دعمك بالبيت وكيف بلشتي مرام؟ بلشت طورت موهبتي من خلال أهلي والأساتذة اللي عنا، وكان كثير في دعم من الشبيبة. مرام عم تغني يعني شيء طربي، انه مثلا لعمرك انت اختيار الاغاني انت بتختاريها، انت بتحبي الغناء الطربي ولا اللي حواليك بيوجهوك على بعض الاغاني؟ لا انا بحب الغناء الطربي، والاساء انا انستي يعني هي ساعدتني كثير وطورت. كمان تميم قديش بتحس يعني الاهل لهم دور كثير كبير بتشجيع الشباب والصبايا اللي مثلكم لحتى ينموا موهبتهم اكثر؟ هو كل الدعم من قبل الأهل. أول موهبة أول ما بيبلش الشخص يغني أول واحد بيسمعوا أهله وهن اللي بيدعموه وبيشجعوه وبيخلوه يطلع يفوت، وعاد بعدين بيجي دور الأساتذة والشبيب. عندك حدا بالعائلة بيغني؟ هلا بعائلتنا نحنا
لا. يعني أهلك بيحبوا الموسيقى لحتى دعموك وشجعوك؟ بيحبوا الموسيقى إيه، بس إنه غني زيادة لا. أنت أول موهبة عندهم بهالعائلة. موفق تمام. حابين كمان نسمع منك أغنية ومعزوفة حلوة. ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انو عتاب 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 لا تحرمني. ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انو عتاب 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 لا تحرمني. غيابك طال وبستنى وقلبك ما تتهنى، غيابك طال وبستنى وقلبك ما تتهنى. إن كنت هويت ونسيتني وعلي جنيت وما رأيتني، إن كنت هويت ونسيتني وعلي جنيت وما رأيتني، إن كنت هويت ونسيتني وعلي جنيت وما رأيتني. ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب وطمني. تسلم هالصوت تميم. يعني كمان انت من محبين الانماط الغنائيه بين الطربيه او الشعبيه، او شو النمط اللي اكثر شيء محبب لقلبك ودربت عليه اكثر شيء؟ هلا بحب الطربي والجبلي، طربي العتاب الجبلي. ما بتلاقيها صعبه عليك؟ هلا هي فيها صعوبه بس على التدريب كل شيء بيصير. نرجع شوي لإلك مرام ونحكي، يعني إذا هالمسابقة حاطتك الدعم لوين حابة توصلي؟ حابة تصير فنانة متميزة، إنه نرفع اسم بلد. حلو. وأنت تميم؟ أنا طموحي إني بس خلص دراسة أدرس الفرع اللي بدي إياه. شو بدك؟ شو حابة تدرس؟ على بحب الصيدلي والهندسي ما بعرف. ان شاء الله توصلي اللي بدك اياه بتحقق حلمك. ايه، وعاد ندخل على المعهد العالي ونتدرب ونصير اساتذه كبار ان شاء الله. يعني حابب انه تكمل كمان بالموسيقى اضافه لدراستك وتختص فيها؟ اكيد. ايه، بنتمنى لكم نحن كل التوفيق، وبنتمنى تحققوا امنياتكم، تحققوا كل شيء بدكم اياه ان شاء الله. بدنا نختم مع معزوفة أو أغنية سوا، حابين تقدموها؟ في شي محضرينه؟ ممكن سمعنا غالي غالي وطني غالي منكم أنتو كمجموعة، فيكم تقدمونا إياها أنتو اثنين سوا؟ غالي غالي يا وطني الغالي، نزلنا رخص ركب قمار، عالي عالي يا جبين العالي كلنا نلبس سيوف الغار، غالي غالي يا وطني غالي نزلنا رخص ركب قمار، عالي عالي يا جبين العالي كل البسيوف الغار، صوتك عالدروب بعيدي والعصر يفوق تكبر فينا التنهيدي مطرح ما يروح، صوتك عالدروب بعيدي والعطر كبر فينا تنهيدي أطرح ما يروح، اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديد.
اسمك أحلى قصيدي حبك إني جديدي بيرق مجدك بلادي بيكتب مجدك بالنار غالي غالي يا وطني الغالي مزنر خسرك بمار غالي غالي يا وطني غالي مزنر خسرك بإمار عالي عالي يا جبين العالي كل السيوف الغار يعني إن شاء الله بتوصلوا للمراتب اللي أنتوا حابين وتحققوا كل أحلامكم يا رب وكل التوفيق لكم شكرا لكم وجودكم معنا لليوم نتشكر وجودكم معنا لليوم نتمنى لكم كل التوفيق يا رب وتحققوا كل شيء بتتمنوا بحياتكم أما هلأ ميسان رح نروح لمحافظة حمص وضمن حضور جماهيري واسع من عشاق السينما تم افتتاح فيلم ما ورد للمخرج أحمد إبراهيم أحمد وسيناريو سامر محمد إسماعيل كيف كانت الأجواء منتابع مع بعض مع مراسلنا أسامة ديوب بحضور جماهيري ورسمي افتتح العرض الأول بحمص لفيلم ما ورد أخرج أحمد إبراهيم أحمد وسيناريو سامر محمد إسماعيل عن قصة من يقرع الجرس للأديب محمود عبد الواحد على مسرح دار الثقافة بالمدينة يشكر جمهور حمص على يعني هذا التهافت الكبير هذا بدل على يعني على وعي ثقافي موجود بهالمحافظة هي الكريمة الحقيقة غمروني بلطفهم بمحبتهم وبشكر حضور الجميع وحضور الصحافة لتواظب يعني هذا الحدث افتتاح فيلم ما ورد هلا هذا الشيء بيخليني يحملني مسؤوليه انه شو هو المشروع القادم انا دوري كثير صغير بالفيلم مثل ما قلت لك هو ضيف شرف بيحكي عن اهل ضيعه عن موجودين بيمروا عليهم ثلاث مراحل يا بيتطور يا ما بيتطور الانسان طبعا بتمر ثلاث مراحل وحقب زمنيه وحمود الاعرج ما بيتطور يعني ما ورد مشاركه سينمائيه بعد طول انقطاع عن السينما يمكن نتيجه ظروفي الخاصه الفنيه والظروف العامه تجربة بعتبرها مجددة شوي مختلفة شوي بحكم شراكتي مع المخرج أصلا بداية وكاست العمل بشكل عام بنتمنى هاي التجربة تكون عم تضيف ضمن الموزايك الجديد بالسينما شيء جديد يعني للسينما السورية اللي عم تحاول اليوم تلامس أو تشوف تلاقي طريقة ضمن هذا الواقع خلال فترة الأزمة كلها كنا عم نشاهد الأفلام السينمائية المميزة وهلأ فيلم ما ورد عطانا لون جديد كان شوي أبعد من السينما اللي شفناها بالفترات الماضية اللي هي الأفلام اللي بتحكي عن الحرب والدمار هلأ شوي رجعنا لظاهرة الحب ولظاهرة الورد والربيع والجمال يعيدنا الفيلم إلى أجواء الخمسينات من القرن الماضي وصولا إلى أيامنا عبر قصة نوارة الفتاة التي تعمل في تقطير زيت عطر الوردة الشامية حيث يقع ثلاثة رجال في غرامها متناولا تاريخ سوريا بعد الاستقلال عبر ثلاث مراحل زمنية هذا الفيلم أنا بعتبره علامة فارقة في السينما السورية حكى عن ثلاث مراحل مرت سوريا هاي هي الورد الجمال الطبيعة الجميلة الأمن والأمان تصويرا وإخراجا وحتى المناظر مناظر كانت جميلة بتعبر عن برلتنا الجميل فيلم ما ورد ناقش واقع تاريخ سوريا فيلم عبر عن الواقع السوري جسده بامتياز رجعنا لخمسينيات القرن الماضي هذا الفيلم الطبيعة الفي كافية انه ترجعنا لهالمناخ الجميل ولتميز طبيعة سوريا انه العطر الدمشقي هو دائما الكنز اللي بيزين تاريخ الحضارة الفيلم نال اعجاب كثير من الجمهور كثير وما شاء الله المدرجات عبيانة على الاخر وفوق استطاعتها بالنهاية الفيلم كان كثير حلو وجميل كما تم التركيز في الفيلم على الصراعات الفكرية التي عاشها السوريون في خمسينات القرن الماضي وتأثيراتها الممتدة حتى يومنا الحالي مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي وإلى دمشق من فعاليات معرض الكتاب الذي تنظمه وزارة الإعلام حيث أقيم يوم أمس لقاء مفتوح مع السيد رامز ترجمان وزير الإعلام تحت عنوان الإعلام منصة العالم وتم أيضا توقيع كتاب المؤتمر الأول حق المواطن في الإعلام وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تفاصيل أوفى مع زميلنا يا منديب لقاء
تحت عنوان الإعلام منصة العالم، واستكمالا للمقترحات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الوطني الأول للإعلام وبحضور وزير الإعلام محمد رامز الترجمان ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، تم توقيع كتاب حق المواطن في الإعلام ضمن فعاليات معرض الكتاب 29 في مكتبة الأسد الوطنية. وخلال لقاء مفتوح أكد وزير الإعلام على أهمية دور الإعلام بما تتعرض له سوريا وأهمية تطوير أدواته ووسائله في ظل التقدم التكنولوجي المعاصر والتحديات التي يواجهها. ما حدث اليوم هو عبارة عن استمرارية لمؤتمر حق المواطن في الإعلام، وكان هناك عبارة عن نقاش مفتوح تم تدارس وتم نقاش حول أهمية هذا الإعلام الوطني السوري بشقه العام والخاص، أين نجح هذا الإعلام وأين أخطأ هذا الإعلام وكيف يمكن دعم هذا الإعلام لاستمرار بمسيرته ومهنيته. بدوره أكد المقداد على أن ما تحمله الإعلام السوري من مسؤوليات لم تستطع إمبراطوريات إعلامية تحمله، مشددا على أن من رسخ البعد الوطني في مواجهة الحرب التي تشن على سوريا هو الإعلام السوري. العمل الإعلامي في سوريا كان دائما في خدمة الشعب السوري والمواطن السوري، أي أنه إعلام توعوي، إعلام يعطي الحقيقة للمواطن وينير له الدرب في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن، وهذا هو المطلوب من الإعلام السوري الآن في وضع استثنائي، في وضع خطير، مصير الوطن معلق وهنالك من يدافع عن هذا الوطن ويصر بصموده الأسطوري على تحقيق تطلعات الجماهير، هذا هو الإعلام الذي نريد. اللقاء ضم نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية والذين أكدوا بدورهم على أهمية الإعلام السوري وضرورة تطبيق المقترحات والتوصيات التي تضمنها الكتاب في المرحلة القادمة. العراق سقطت إعلاميا قبل أن تسقط عسكريا، وكذلك مصر وتونس وليبيا، ولكن سوريا صمدت إعلاميا، لم تسقط سوريا إعلاميا، بل على العكس انتصرت إعلاميا، وهذا بفضل الإعلام الوطني السوري وفضل الإعلاميين، ليس بفضل الإدارات وإنما بفضل الإعلاميين المتواجدين في المؤسسات الإعلامية الذين كانوا خطوة بخطوة مع الجيش العربي السوري في كل المناطق. اللي تميز بقى المعرض هاي السنة بكثير من العناوين اللي هي وليدة الأزمة، ومن هاي العناوين ما يخص الإعلام، وهذا بيدل على دور الإعلام الفاعل بالمجتمع، وحتى عند الإعلام صار عندهم صورة مختلفة عن أهمية دورهم بالمجتمع. فحق المواطن بالإعلام كتير هذا العنوان مهم ينشغل عليه، وكتير المواطن يحصل على حقه من الإعلام ويأخذ أجوبته من الإعلام. هذه ظاهرة، هذه بادرة طيبة جدا من وزارة الإعلام، هي توثيق كل ما جرى في المؤتمر في كتاب. هذا الكتاب سوف يتحول إلى خطة عمل باعتباره يتضمن مقترحات وتوصيات ورؤى مستقبلية لسوريا الحديثة. ما زلنا في البداية فيما يتعلق بألف باء التغيير، لكن لدينا أمل، يعني بعد المؤتمر السابق أصبح لدينا أمل، لأن هناك من يريد أن يسمع، أن هناك من يريد أن يفهم، وأرجو أن يبقى هذا الأمل قائما. الهدف الأساسي من هذا الكتاب وضع وثيقة بين يدي القارئ والمهتم للقادم من الأيام، في حال كان هناك مؤتمر إن شاء الله ثاني وثالث وعاشر، فيمكن الاستناد على ما تم إنجازه وما نفذ وما لم ينفذ. على كل الأحوال تعودنا في المؤتمرات أن تكون شكلانية، هذا المؤتمر يختلف عن غيره برعاية سيد وزير الإعلام ودعمه ومساندته. نأمل أن يجد القارئ والمهتم في مجال الإعلام الفرصة بين دفتي هذا الكتاب لمعرفة المزيد في هذا المجال. يذكر أن الكتاب يضم كل الأوراق التي قدمت في المؤتمر الوطني الأول للإعلام المنعقد في نيسان الماضي، بما فيها ردود الأفعال وما كتب عن المؤتمر والمؤتمرين في وسائل الإعلام.
أريج اليوم ضمن برنامجنا الصباحي رح نتطرق لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 الخاص بالعاملين، والذي ينظم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل بجميع القطاعات، والذي أيضا يحدد حقوق وواجبات كل طرف فيه. مزايا القانون وكيف يطبق، أسئلة رح تجاوبنا عليها الأستاذة المحامية وسام الريحاوي جلبي. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا صباح النور. أهلا وسهلا أستاذة. يعني خلينا بالبداية نتعرف على هالقانون وعلى من تطبق أحكام قانون 17. تماما، في الحقيقة القانون جاء لينظم علاقات العمل. علاقات العمل حددها القانون بشكل واضح في قطاعات معينة، هي القطاع الخاص، القطاع التعاوني، الشركات العربية الاتحادية والشركات الأجنبية، بالإضافة للقطاع المشترك بشرط غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. القانون جاء واضحا ليقرر حقوق العامل بالحدود الدنيا التي لا يجوز بأي صورة من الأشكال التنازل عنها. يعني إذا بتلاحظي حضرتك معي، بظل هذا القانون إذا وجد عقد مكتوب ما بين العامل ورب العمل وفق أحكام هذا القانون، بالإضافة لميزات أكثر أعطاها للعامل، يطبق العقد الفردي ما بين العامل ورب العمل في ظل القانون. يعني شو هي مزايا هذا القانون غير أنه هو بيساهم أنه يضمن حقوق العامل؟ تماما، من المزايا الهامة اللي منحها القانون للعامل، المحاكم المدنية لا يجوز المثول إلا بواسطة الوكلاء المحامين. أعفى هذا القانون العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو النقابات العمالية من توكيل محامٍ، كما أعفاهم من الرسوم، التأمينات، الكفالات القضائية بأي مرحلة من مراحل التقاضي. جعل لهذه المحكمة لقراراتها صفة النفاذ المعجل. أيضا جعل لهذه المحكمة الحق في اتخاذ تدابير مؤقتة سواء كانت بكفالة أو بدون كفالة. العامل يستطيع في ظل هذا القانون تقديم أي شكوى وتقديم أي طلب معفى من الرسوم مهما كانت نوعها. يعني أستاذة، في كثير من الشركات والمؤسسات يمكن ما بصير في عقد عمل بينهم وبين الموظف، هلا هون بهالحالة كيف بيقدر يثبت حقوقه؟ تماما، الصحيح أن يوجد عقد مكتوب وأن يكون على ثلاثة نسخ، نسختين لكل طرف، نسخة لكل طرف من الأطراف. في حال كان العامل غير عربي تكون النسخة التي لديه باللغة الأجنبية، وتوضع النسخة الثالثة لدى ديوان مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ تحرير هذا العقد. في حال مثل ما طرقت الأستاذة أريج، ما في عقد مكتوب، شو بيصير بوضع العامل؟ يستطيع العامل إثبات حقوقه بجميع طرق وسائل الإثبات، من بينها شهادة الشهود. وبنفس المقابل منح القانون لأرباب العمل إثبات العكس بنفس هذه الطريقة. يعني أحيانا منشوف أنه جرت العادة ببعض يعني أماكن العمل أنه بتم توقيع العامل على استقالة وبراءة ذمة قبل البدء بالعمل، وقت بيخلص عمله يعني لهذا الشخص بتصير هون في خلاف وما بيكون في عقد واضح. كيف هون، شو دور هذا القانون بحل الموضوع؟ حقيقة هذا الكلام صحيح للأسف، كان ما قبل صدور هذا القانون، لكن القانون أوجد حلا وعلاجا لهذه الفقرة. الاستقالة ما عاد كانت مثل قبل أنه أوكي بسهولة خلاص بيبرز هذا الموضوع، لها شروط معينة، أهمها أن يبرز هذا العامل الاستقالة مكتوبة بخط يده ويضعها في ديوان المديرية المختصة، يكتبها هو كتابة، هنا يعتد بهذه الاستقالة. وذهب أيضا القانون معه لأبعد الحالات، يستطيع هذا العامل أن يتراجع عن هذه الاستقالة ولمرة واحدة خلال أسبوع من إخطار رب العمل للعامل بقبوله لهذه الاستقالة. هلأ في كثير من العمال وقت تم تسريحهم بضلوا فترة لبين ما يلاقوا شغل تاني، هلأ هون المؤسسة التأمينات هي مسؤولة عن تقديم نفقات، أعطاء نفقات لهالعامل؟ تماما، في حال حدوث هذا النزاع ما بين العامل ورب العمل بالنسبة لموضوع تسريحه أو صرفه عن العمل، يلجأ العامل إلى محكمة البداية العمالية. هذه المحكمة أجاز لها القانون أن تصرف مقدار قدره 50% من أجره الشهري بشرط ألا يتجاوز الحد الأدنى لأجور مهنته، وتكون مدة هذه الصرف، هذه النسبة، لمدة سنة. هنا أيضا المشرع من خلال هذه المادة حث القضاء وحث المحاكم على
إنجاز الدعاوي بصورة سريعة. كمان عن موضوع تأمين العامل بالتأمينات، هل تماماً هو يعني واجب وإلزامي من قبل رب العمل للعامل؟ سؤال جميل جدا. هذا موضوع مهم جدا للعامل، في ظل هذا القانون أصبح من واجبات رب العمل تأمينه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة وفقا لأحكام المادة 93 الفقرة ميم، وأيضا قانون التأمينات الاجتماعية في أحكام المادة 16 رقم القانون 28 لعام 2014، أيضا التأمين إلزامي للعامل ولرب العمل، والعامل لا يلزم بأن يدفع نفقات، المؤمن عليه لا يلزم بدفع أي نصيب من النفقات إلا في حالات معينة. كمان في كثير من الشركات والمؤسسات ما أنا عاملة تأمين للموظفين، هلا هون العامل بيقدر أنه يطالب أنه هو يتسجل بالتأمينات؟ طبعا طبعا، هو إلزامي أن يسجل، في حال غير كان مسجل يستطيع أن يتقدم بدعوة أمام المحاكم لتسجيله في هذه التأمينات الاجتماعية، ويستطيع أيضا أن يسلك السلوك الإداري أمام التأمينات الاجتماعية مباشرة لتسجيله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حفاظا على حقوقه. تمام، شو بتضمن له التأمينات الاجتماعية؟ في كتير أشخاص ما بيعرفوا هي شو ممكن تضمن لهم. التأمينات الاجتماعية بتضمن له حقوقه، لأنه في حقوق معينة خلال كل شهر هو عليه التزامات بياخذها في نهاية هذه الخدمة المترتبة ما بينه وبين رب العمل. هلأ في محاكم مختصة بهيك دعاوي وكمان خاصة موضوع الطعن؟ تماما تماما، المحكمة المختصة في القضايا العمالية هي محكمة في كل عدلية من عدليات الجمهورية العربية السورية. يوجد غرفة تسمى بمحكمة البداية المدنية بقرار من وزير العدل، أعضاءها خلافا على باقي أعضاء المحاكم المدنية هي من 3 أعضاء، علما أن المحاكم المدنية تكون من قاض واحد، إنما في بداية العمالية من 3 أعضاء، قاضي بداية يسميه وزير العدل وهو الرئيس، ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، هو ممثل هنا عن العمال وهو عضو في هذه المحكمة، ممثل عن أرباب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة، التجارة، الصناعة حسب مقتضى الحال، وهو عضو أيضا في هذه المحكمة. ما يميز هذه المحكمة هي أنها من 3 أعضاء، رئيس ومستشارين. تحكم هذه المحكمة وفق قانون رقم 10 لعام 2000 وفق أحكام القانون موضوع حلقتنا، بالإضافة لمقتضى العقد الفردي ما بين العامل ورب العمل. أحكام هذه المحكمة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف، وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة، تحكم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية. يعني موضوع اليوم بهم كل عامل، شرحتينا عنه وخاصة تعرفنا أكثر عن القانون رقم 17. نحن نشكرك كثير أستاذة لوجودك معنا اليوم، هالمعلومات اللي أضفتيها لصباحنا. أهلا وسهلا. الأستاذة المحامية وسام ريحة وجلب، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لألكم، شكرا، أهلا وسهلا. أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار لإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور أريج، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة أكثر من 80 إرهابيا من تنظيم داعش بين قتيل ومصاب، ودمرت وصادرت لهم آليات وذخائر كانت بحوزتهم خلال إحباط محاولتهم التسلل إلى عدد من نقاط الجيش في محيط حميمة بريف حمص الشرقية. أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة إزاء مصير آلاف الأشخاص ولا سيما النساء والأطفال الذين لا يزالون في مدينة الرقة السورية دون التمكن من إيصال أي مساعدات إنسانية لهم. وكان دوجاريك أدان بخجل استهداف الأحياء السكنية في سوريا بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن سوريا في هذه المرحلة تعمل باتجاهين، الأول هو الوضع الميداني لتحرير كل شبر من سوريا، والثاني الخط السياسي، حيث لا توفر الحكومة أي جهد لحقن دماء السوريين. وبينت الدكتورة شعبان أن الاستهداف والتواطؤ من الداخل والخارج اللذين كان يتخيل أنهما سوف يقتلعان سوريا انتهيا، ومحاولات التقسيم والغزو من قبل نظام أردوغان أصبحت وراء ظهرنا، والميدان أثبت أننا موجودون وسنحرر بلادنا من براثن الإرهاب. وأكدت أن مشروع الأعداء هزم، وجميع الجهود العسكرية والسياسية والمجتمعية تصب في انطلاق مشروع إعادة بناء الدولة السورية. في خبرنا الأخير، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية إلى إيجاد السبل لبدء الحوار بينهما. وأشار مندوب روسيا إلى استعداد موسكو من جانبها للقيام بكل ما هو ممكن لتشجيع المفاوضات، وقال إن موسكو تعول على امتناع واشنطن اتخاذ تدابير قد تستفز بيونغ يانغ. وقد هددت كوريا الديمقراطية بقصف محيط جزيرة غوام الأمريكية ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك أريش. شكرا لك علاء. أما هلا أكيد مكفيين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا صباحنا غير. وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم من فعاليات معسكر بكرة إلنا يلي عم نرصد تفاصيله وأنشطته ضمن برنامجنا من بدايته، والذي أقيم تحت عنوان وفاء للجيش العربي السوري، والهدف لتدريب الأطفال بنشاطات اجتماعية ثقافية ورياضية وغيرها من النشاطات. لنتعرف أكثر على تفاصيل جديدة عن المعسكر بشاركنا صباحنا لليوم الأنسة أفامي المير مديرة مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباح الخير لسوريا وشعب سوريا الصامد وجيشه، وصباح الخير. يا هلا، أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على هالمعسكر التدريبي اللي قمتوه، وكيف كان البرنامج تبعه وكيف تم التحضير له؟ المعسكر هو معسكر بكرة إلنا تمجيدا ووفاء للجيش العربي السوري. كانت الفكرة طبعا انه بداية لإطلاق المرحلة الثالثة لمشروع بكرة إلنا انه جمع الأطفال سوريا من كافة المحافظات ليجسدوا احد اهداف المشروع القوية والكبيرة اللي هي بالتلاقي والتعاون والإخاء والتحاور لبناء أسرة واحدة، أسرة سورية واحدة، وتجسيد حب الوطن واحترام رموزه والحفاظ على خيراته. فكانت طبعا فريق عمل كتير كبير اشتغل على هذا الموضوع من الناحية الإدارية والفنية، وتم التحضير له، تحضير برنامج إداري وفني يعني لن شوي انه نطلع الاطفال بكره إلنا اطفال سوريا من الازمه اللي عشناها ومرينا فيها. اكيد هن كثير بحاجه لهالانشطه بهالوقت. يعني امبارح كان في لكم نشاط، وكاميرا الاخباريه السوريه كانت متواجده، قمتوا برحله ضمن مدينه دمشق القديمه. خلينا نروح نشوف كيف كانت الاجواء برفقه زميلتنا ليا نحاس.
يعني المشروع ضم 112 طفل، يعني عدد مانو قليل ابدا. هالاطفال اجوا من كل المحافظات السوريه وكانوا بيتمتعوا بمواهب مثل ما ذكرنا، شوي رياضيه وفنيه وترفيهيه واجتماعيه. كيف قدرتوا يعني تنظموا لهالمشروع وخاصه انه عدد الاطفال يعني مانو قليل؟ هلا نحن مشروع بكره إلنا هو ضم تقريبا 30,000 طفل. هو المشروع بمحافظه دمشق، اطلق المحافظ بشر الصبان بالأهداف اللي احنا حكينا عنها. بالنسبة للمعسكر هلا حاليا هو ضم 112 طفل من جميع المحافظات السورية معظمها، طبعا بيضم تقريبا من كل محافظة من أطفال. عملنا البرنامج بحيث انه يشمل الانشطه الترفيهيه، حصص تدريبيه لكل الرياضات والفنون اللي موجوده عندنا بمشروع بكره النا، بالاضافه الى حفلات سمر، رحلات. طبعا عندنا بالبرنامج رحلتين، واحده منهم اللي شفناها كانت امبارح، كانت رحلة طبعا كتير حلوة، والأطفال يعني بدل ما نحن إنه نتعاون معهم لنخرجهم من الأزمة، هن اللي عم يساعدونا لحتى نحن كمان يعني نكون متعاونين معهم وطاقة إيجابية. فالأطفال جدا متعاونين وفي تعاون كمان من الأهالي وتواصل معهم. شيء كتير حلو انه نحن نشوف هاي التجمعات من جميع الاطياف السوريه بمعسكرنا، وبالنهايه لحقق هدف كتير مهم اللي هو دعم الاطفال. انتم جهزتوا المشروع بخيام، وين عم تقيموا المعسكر؟ المقر هو بمديريه منشاه نادي المحافظ الرياضي والاجتماعي والثقافي. تم التحضير لها تقريبا قبل اسبوعين بتجهيز الخيام وتجهيز الكادر الإداري والكادر الفني. عايشتون جو المعسكر للأطفال؟ أكيد طبعا، ما بين استقبال الأطفال لما أجوا قبل بيوم، تأمين مستلزماتهم، تأمين كل شيء بيعتازوا، حتى كمان بالفقرات الفنية ممكن نقدم هدايا تشجيعية لكل الأطفال. كمان ضمن أهداف مشروعنا رعاية المواهب، يعني أي طفل ممكن يكون عنده موهبة حتى لو كان مو من دمشق، من بقية المحافظات كمان رح نقدم رعاية لهدول الأطفال. هلا هالدعم المقدم للأطفال والرعاية أكيد بيحتاج لكادر مختص بمجالات متعددة. اليوم قديش هالكادر مؤهل ضمن مشروعكم؟ طبعا نحن خلال مراحل المشروع اعتمدنا على الدورات التأهيلية لكافة الأقسام الإدارية والتنظيمية والفنية وكافة أقسامه بالرياضة بالفنون بحالات الإبداع بالأعلام. حتى كمان يعني نحن بأول مرحلة ما كان في عنا أقسام، فاعتمدنا أقسام جديدة منها القسم الإعلام اللي برز بالمرحلة الثانية وكان له حضور كتير رائع، وطبعا كان ضمن دورات تأهيلية. إن شاء الله هلأ كمان بالمرحلة الجديدة اللي جاية كمان في افتتاح أقسام جديدة، ممكن نفتتح قسم المهن اليدوية. يعني الأطفال مثل ما ذكرنا قبل شوي هن من أكثر من محافظة عم يكونوا متواجدين معكم، هاي الحالة قديش عم تضيف شيء جو حلو كمان بين الأطفال؟ بصراحة الجو كتير رائع، يعني مو بس حلو، أكثر من رائع. في انسجام كتير بين الأطفال، في تعاون، في كتير طاقة حلوة، عم يتغدوا مع بعض، يفطروا مع بعض، يتعشوا مع بعض، يمارسوا نشاطاتهم وهواياتهم كلها مع بعض، عم يتعرفوا على بعض. كمان هلأ نحن عاملين في شيء اسمه تواصل كمان مع الأهالي بنهاية المعسكر، فشي كتير حلو وشي كتير رائع. كمان دعم الأهل يعني هو الأساس يمكن لحتى الطفل يتشجع ويدخل ضمن مشروعكم. أكيد، ونحن كثير مبسوطين بثقتهم، يعني كمان الأهالي اللي بعتوا أطفالهم لعنا أكيد لهم ثقة كثير كبيرة فينا وبمشروعنا. لا كان بدي اسالك قديش عم تحسوا انه الشيء اللي عم تقدموه لهالاطفال هو بالفعل عم يلقى صدى وعم يتطوروا الاطفال وتنموا مواهبهم وعم تتغير شوي شوي حياتهم؟
هلا بصراحه امبارح كان في حفله سمر، ف يعني كانت الحفله هي عباره عن انه كل محافظه تقدم شو في عندها هوايات، شو في عندها شيء حلو ممكن تقدمه، فكان العرض جدا رائع. يعني كل طفل عنده موهبه عم بيقدمها، فعلا احنا تفاجئنا. وكانت السهره كثير حلوه، انه ما تخيلنا هذا الشيء من الطاقه اللي عند الاطفال انه يتقدم بها المشروع. مثل ما قلنا قبل شوي الكادر كان يعني هو مجهز، وكمان قمت معه بالعديد من التدريبات. قديش مستمر تقريبا هذا المعسكر، وشو كل يوم عم يكون البرنامج، كيف عم تنسقوا البرنامج؟ هلا هو المعسكر تقريبا مدته اسبوع، من بلش من الاثنين الماضي ورح ينتهي الثلاثاء القادم. طبعا رح يكون في يوم الاثنين القادم هو حفل كتير كبير، حفل اطلاق المرحله الجديده من المشروع، المرحله الثالثه. رح يكون عباره عن حفل تشاركي بين مواهب مشروع بكره إلنا وجوقة فرح. كتابة نص سيناريو الأستاذ نزار فرانسيس والأستاذ محمد سباعي والأب الياس. رح يكون إخراج سيد نبال بشير. طبعاً مبلشين نحن يعني من قبل تقريباً أسبوعين بالتحضير لهذا الحفل الكتير كبير اللي رح ننهي فيه المعسكر ونبدأ المرحلة الثالثة من المشروع بكرة إلنا. نحن نتمنى لكم كل التوفيق وتحققوا النجاح إن شاء الله بالمرحلة الجديدة أيضا من المشروع، مثل ما هلأ عم تحققوا النجاح والهدف منه. وتحية أيضا لكل كادر العمل يلي عم يشتغل معكم على هذا المشروع. شكرا لكم كتير لك. يعني أنتم أكيد عم تساهموا بإعادة الأعمار ابتداء من الطفل اللي هو بالمستقبل رح يصير حد كتير مهم بمجتمعه السوري ويساهم بإعادة أعمار بلده. شكرا كتير لهالمشروع اللي عم تقدموا له الأطفال اللي هن بحاجة له بالفعل هلأ. شكراً لكم، وأكيد إن شاء الله سوريا رح تضل بخير، وأملنا بأطفال سوريا، وإن شاء الله يعني الله يقدرنا لحتى نكون داعمين لنوصل لبناء الإنسان السوري الجديد المقاوم. شكراً لك. ميسان، يعني مع كل هالطاقات الإبداعية اللي بقيت بوصلت عمل كتير من المشاريع التنموية، منكون وصلنا لختام صباحنا لليوم. موعدنا رح يبقى يتجدد كل يوم الساعة 9 صباحا، فبقوا على الموعد. وأكيد بنهاية هالأسبوع منتمنى لكم عطلة أسبوعية كلها راحة. منتمنى لكل شخص حابب أنه هو يشاركنا بفكرة أو اقتراح جديد، ما لكم إلا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. منتمنى لكم بقية نهار ممتع وتبقوا بألف خير. باي 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 باي.